صباح الخير او مساء الخير حسب الوقت اللي تشوفني فيه. برج الجوزاء، يلا نبدأ قراءتنا. طاقة برج الجوزاء حاليا، يعني الشخص ده جمد المشاعر دي. لو هي علاقة مش علاقة اعجاب ولا هي حاجة، فانتوا حصل بينكم خناقة او عدتوا فترة برود المشاعر وما بقاش فيك ما كلام خالص ولا بقى في مشاعر، كل واحد بقى لبس الوش الخشب للتاني وقعد. فهو شايفكم ان انتوا لبستوا له الوش الخشب، وانتوا شايفين ان هو مكتئب بقى وخد جنب ومفيش مشاعر، ما بيظهرش مشاعر. وشايفينه لو انتوا في علاقه، شايفينه ان هو بطل يديكم المشاعر. ما هو انتوا لبستوا، بصوا برود ده شخص زعلان او عموما، يعني مش شايف الكوبايتين اللي وراه وزعلان على التلات كوبايات. في كوبايتين وراه يا عم، بص على الكوبايتين اللي وراك. لا انا زعلان على التلاته اللي قدام، وانتوا شايفين ان هو مجمد مشاعره. اعتقد ان انتوا اتخانقتوا مع بعض ممكن، فهو زعلان على، يعني مش زعلان، انتوا شايفين ان هو ساب كل المميزات اللي في العلاقه وبص على التلات كوبايات وساب كوبايتين. يعني ممكن يكون انتوا عصبيين مثلا، فبص على العصبيه وساب ان انتوا بتحبوه، ساب ان انتوا صبرتوا معاه، ساب ان انتوا وقفتوا جنبه كتير قوي قوي قوي، فساب كل ده ورمى ده وبص هنا. ممكن تكونوا بتتعاملوا مع برج الحمل طبعا والميزان اهو، ولسه في ابراج ترابي طبعا واسد، لان كذا برج ابراج كتير اهي. ايه تاني؟ فلو هي علاقه اعجاب في الاول، فانتوا في حد، انتوا الاثنين مجمدين مشاعركم، وفي شخص يعني لو هي علاقه اعجاب وفي شخص منها مشي وطار، فهو شايفكم ان انتوا لابسين له الوش الخشب ومش نافعين في حب ولا نافعين في حاجه، وانتوا شايفين ان هو شخص ساب كل المميزات اللي حصلت ومسك في كلمه ان انا اتاخرت عليك في ان انا اقول لك بحبك او في اظهار مشاعركم مثلا. يعني هو بص للنقطه دي وساب كل حاجه، علاقه احنا اصحاب وبنتكلم مع بعض وبنروح ونيجي وبتاع، انت سبت كل ده ومسكت في ان انا ما قلتلكش بحبك او اتاخرت مثلا، فروحت انت مفجر بقى الدنيا ورحت موازن مشاعرك ووازنت بين عقلك وقلبك وخدت قرار بالمشي وسبتني انا يا عم اغرق بقى. فانتوا الاثنين متساويين، يعني فانتوا الاثنين متساويين عموما. الحلو بقى في الموضوع ده كله، لك الحلو بقى عندنا في بلدنا ان هو عايز الخطوة الجاية يستقر، وعايز يستقر معاكو انتو، لان هو شايفكو انتو الاستقرار. خلي بالكو، يعني هو موازن وشافكو انتو الاستقرار. برج الجوزاء شافكو ان انتو الاستقرار كله. انتو لو انتي كبنت تنفعي الزوجة، تنفعي تبقي معاه، تنفعي تبقوا مع بعض وتبتدوا علاقة حلوة. طبعا لو في انفصال يبقى هيرجع وبيفكر يرجع ويستقر بقى، ينتقل بقى من اعجاب بقى الحب، حب الخطوبة و وانتوا كمان شايفين ان هو حد لذوذ قوي، يعني هو ده الشخص اللي انا انبسط معاه، مش علاقة ثلاثية، لا انتوا شايفين ان هي ده ناس مبسوط، هو ده الشخص اللي انا بفرح معاه، ده الشخص اللي انا مبسوطة معاه. عشان كده برج الجوزاء انا بقول لك اهو، لو انت اللي هتروح ترجع، ممكن تكون انت اللي عايز ترجع، لان انت بص انت واخد قرار اهو، انت عايز اهو، انت عايز برج الجوزاء، انت عايز تنبسط، انت مبسوط على فكره، انت شايف ان العلاقه دي متكامله جدا. لو هو شخص انت اللي ضيعته يا برج الجوزاء، الشخص ده اتاخرت عليه في انك تقول له بحبك وهو جمد مشاعره عليك، وانت شفته وانت شايفه ان هو ساب العلاقه وساب كل الحاجات الحلوه اللي في العلاقه ومسك في ان هو ان انت اتاخرت تقول له بحبك، فانت شايفه الاستقرار يا برج الجوزاء. ما تضحكش على نفسك، وانت عايز تيجي بسرعه، تجري تلحق، ولو هو اللي هيقدم العرض فانتوا هتلحقوا بسرعه جدا، هتاخدوا العرض وهتستقبلوه بسرعه. يعني الواحد جه قال لك مساء الخير وحشتيني، انت كمان والله تعالى بقى نرجع، فهو شايف كله، مش محتاجه توضيح، يعني هننبسط مع بعضينا. وبصوا كلبين اهو كارت ده بحبه قوي، يعني عموما هو في الاستقرار كله. طيب هو شايف العلاقه ازاي؟ شايف العلاقه انها علاقه قدريه، علاقه ان هو ده الحكم الالهي، هو ده يقولك دي كلمه ربنا، ده الطرف الاخر بتاعي، العداله،
العلاقه دي هي دي العلاقه الصح. يعني ما تقلقوش على فكره، ممكن يكون لو في زعل بينكم، بس هو شايفكم ان انتوا الشخص القدر، انتوا العداله بتاعت ربنا. الشخص ده بيحبكم على فكره، بس هو شافكم ان انتوا مجمدين مشاعركم شويه عشان كده وازن. بس برغم ده كله رموه، لا هو شايفكم انتوا القدر بتاعه. انتوا كمان بصوا بقى الكارتين بمعنى واحد على فكره، في كروت كده بتكمل المعنى للكارت التاني. انتوا كمان شايفين السول ميت بتاعكم، بصوا اهو 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 يا جماعه، اهو استقرار كله، انتوا شايفينه الاستقرار، وهو شايفكم الاستقرار، وانتوا شايفينه الكوبايه هي هي، يعني ده النص التاني، هو شايفكم ده انتوا النص التاني، وانتوا كمان شايفين النص التاني، مش هنضحك على بعض، انت شايفني النص التاني وانا شايفك النص التاني. برغم اللي يحصل بقى، الدنيا تضرب تقلب تعمل لي برج منفجر، نترمي من فوق البرج، انا معاك والله ابدا ما سيبك، هنموت مع بعض ونعيش مع بعض. فهو لو هيقدم مصالحه، او انتوا بقى ممكن تكونوا انتوا اللي اتاخرتوا عليه، فانتوا شايفين السلم بتاعكم. طب النصيحه بتاعتك ايه بقى؟ اخرج من مخاوفك يا برج الجوزاء. كارت الكارت كتير جدا على فكره الايام دي، انت زعلان على فكره، وبص وبتوجه لنفسك اللوم كتير قوي، ده شخص بيوجه لنفسه اللوم، وهنا شخص بيحمي قلبه. ما تحميش قلبك يا برج الجوزاء، سيب قلبك وانطلق، عشان انت مستنيك انبساط، مستنيك حاجات حلوه، ده السول ميت بتاعك، ده الشخص اللي انت هتكمل معاه ان شاء الله. ما تدافعش عن نفسك، ما تحطلوش حواجز، انت حاطط له حواجز، فهو شايفك. بص انت حاطط له حواجز، بتدافع عن قلبك، بتطرده. يعني هو ممكن يكون شخص بيقدم لك عرض، وانت اللي عامل لنفسك الليله دي كلها، حاطط لنفسك العصيان دي، وبتقول له ما تقربش هنا، وبعدين ترجع تزعل. طب انت بتزعل ليه بقى برج الجوزاء؟ يعني انت هو لما بعد وبدا يستقر في مشاعره، وقال خلاص هو عمل لي الوش الخشب، ومش بتاع حب ومش بتاع حاجه، طب سلام عليكم وعليكم السلام، ليه انت بقى بتعمل كده؟ عايز تلحقه ليه بقى؟ ليه من الاول؟ يعني هو شخص بتاع عنده حق، لو انت اللي صدرت له المشاعر دي فهو عنده حق. فاخرج بقى من الليله دي كلها، اوكي، وقدم عرض جديد. يلا انطلق بقى، قدم عرض جديد وروح صالح، او لو جالك عرض اقبل، اقبل وما تتلكعش زي ما بيقولوا، واخرج من المخاوف دي. انت في مخاوف في دماغك بتوجه اللوم لنفسك، لو الشخص ده برج الجوزاء انت ضيعته من ايدك، يعني مثلا كان في اعجاب وبعد كده هو مشي، ما توجهش اللوم لنفسك، ما تقعدش تقول ما انا لو عملت بقى، لا بص اتحرك يلا اخرج من هنا واتحرك، اركب حصانك وروح، ما تتاخرش، ما تقعدش تقول طب لو قلت بحبك هيقبل، طب لو مش هيقبل مالكش دعوه، لان هو شايفك الاستقرار كله، شايفك حاجه حلوه قوي، شايف انت الشخص المثالي، انت القدر، انت القدر بتاعه، وانت كمان شايفه كده. ليه بقى العطله دي كلها؟ ليه بقى كده؟ ليه الحوار ده؟ دايما برج الجوزاء قراءته غريبه شويه. طيب الناس اللي مبتعده عن بعض، انا عملت هنا، لا مبتعد عن بعض، يعني نقول فتره 6 شهور 7 كده، سنه ممكن ما بنكلمش بعض، مشاعره ايه حاليا وناوي على ايه؟ مشاعره ايه حاليا الشخص المبتعد عن برج الجوزاء وناوي على ايه؟ هناخد من النص مشاعره، ومن هنا ناوي على ايه؟ انا بتعامل مع حد برج الجوزاء على فكره، وعامله له بلوك كمان، ده معناه بلوك، وانا فعلا حاليا هاديه جدا على فكره، ازاي طاقتي اللي طلعت؟ ممكن تكون طاقه تانية يعني. هو حاليا في راحه تامه خالص،
مش معنى ان هو مش فاكرك، لا، بس هو بياخد استراحة، هدوء ما بعد العاصفة. طب ناوي على ايه؟ هو حاليا قافل على مشاعره، ما بيفكرش، يعني بمعنى ادق كده بيفكر في اللي حصل عموما، بيسترجع الشريط بتاع العلاقة من الاول خالص، وبيشوف بقى غلط في ايه، مغلطش في ايه، عمل في ايه. برضو بتيجي بمعنى بلوك، لو حد عمل حد بلوك، يعني ممكن نفسرها اكتر شوية. بس هو ناوي ان هو يفضل في المرحلة دي، ده بالك الكروت دي بتكمل بعضها، بس عشان ما نسيت اقول لكم المعلومة دي، الكروت دي بتكمل بعضها. ناوي يقفل على المرحلة دي شوية، مش يقفل الموضوع، لا، يفضل كده شوية. طبعا اتنين من السيوف، احب انا افرط الورق دي شوية. ده نفس الكروت، ايه ده، فرطت الورق كويس والله. طيب هو شكل الشخص اللي قدام، يعني مش بقول لكم اللي قدام ده مبتعد عنكم، هو مش هيقفل بقى، هو ناوي ينطلق قليلا، يعني ناوي يقفل على الموضوع، هو استريح دلوقتي، ياخد استراحة من مشاعره ويقفل على اللي فات. ممكن يكون ناوي يبني صالح، ناوي يبني صالح برضو، يعني ما انا برضو اخد كارت تالت كده يوضح الصورة، يعني نفس الكروب اللي في عادي، ممكن يجي صالح، لانه ده شخص، وهنا برضو شخص عنيد، خلي بالكم ممكن يكون متشبث برأيه، شخص عنيد، وانا خايف يكون عنيد. لا، هو حاليا شايف نفسه شوية، شايف طموحاته، وبيركز جدا في أعماله الخاصة بيه، واخد قرار البعد بطريقة سريعة، وواخد القرار عموما ان هو يفضل قاعد كده شوية، وناوي يقعد بقى كده يستقر شوية ويفكر في مستقبله وفي حياته عموما. لكن حوار ان هو يعني يتزحزح شوية من مشاعره، فهو لا، حاليا هو قافل على مشاعره، يبص لانجازاته، واخد قرار الاستراحة تمام قوي انه يفضل كده. وشخص ممكن يكون برج ناري او هوائي تاني، تاني برضو برج مائي برضو، فهو واخد القرار بانه يفضل مستقر شوية في حياته. بص لقدام، شخص عنده ثقة في نفسه، أو يرجع الثقة اللي في نفسه تاني، يعني هو قافل على مشاعره وبيستريح بقى من اللي حصل، بقى العلاقة كانت متعبة مثلا، حاجة زي كده. ناوي يهزم اللي حصل له ده، ناوي يهزم اللي حصل في العلاقة ما بينكم كل اتنين، مش ان هو خرج مهزوم، لا لا لا، ده شخص عايز يبقى منتصر. بصوا كل الكروت دي كده، هو عايز يبان منتصر، فهيفضل بقى معاني شوية ويفضل بعيد، عايز يبان في ان هو منتصر عليك. وبصوا اهو شخص عنيد، عايز يفضل قافل بقى على الليلة دي، ليه؟ عشان يبان ان هو شخص جامد، هي مش حاجة، انا هفضل كده عشان اهزمك، افضل هزمك كده، انا بقى تفضل انت بقى توحشني وما توحشنيش، لا، انا راجل مية مية، او انا شخصية مية مية عموما وعنيد، تيجي تصلحني مش جاي في ما. انا ما بروحش لحد، اللي عايزني يجي، بس هو عايز يفضل قاعد في المكان ده ما يتحركش منه. لكن هو مشاعره حاليا مستقرة جدا، لكن بيفتكرك، خلي بالك، يعني هنا مستقر وكده، لكن فاكرك يا نسيني يعني. لكن هو حاليا بيحتفل بإنجازاته وما فيش حاجة. طيب لو احنا في حد جاي جديد في حياتنا مثلا،
قرات الورق كويس بقى، مثلا هيقدم لنا عرض، حد احنا معجبين بيه ناوي يقطع بقى الليله دي كلها ويجي يقول انا بحبك، اي حاجه. الفكره اتعاملت مع برج الجوزاء يعني معلم في حياتي من الجوزاء ده، والله شخصيه غريبه الاطوار بس طيبه. نروح فين؟ جدع صاحب صاحبه بصراحه يعني. اقسم لكم الكروت، حد جاي في حياة برج الجوزاء ومشاعره ايه وناوي على ايه. فتحت الوحدات بقى. اوه شيت، ايه ده؟ في ايه برج الجوزاء؟ في ايه مع حكايتك؟ ده حد من الماضي طبعا. بقيت الكروت بصوا يعني اعتقد ان هو هيخرج من العزلة بتاعته دي، الشخص اللي هو بعد عنك ده، ده حد قديم وهيخرج بره بره العزله دي. مشاعره ايه؟ هو حاسس ان هو مهزوم منك او انت انتصرت عليه. عايزين برضو نعمل نشوف انت اللي انتصرت عليه ولا هو اللي حاسس ان هو اللي منتصر عليك، لان في خناقه هتحصل لبرج الجوزاء. خلي بالك خلي بالك. لا ده هو حاسس هو اللي منتصر عليك و هو 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 هيخرج خلاص من الليله دي. هيجي على فكره، هيجي ويوم يتخانق معاك. خلي بالك هو حاسس ان هو منتصر عليك على فكره وهيرجع. بس بقى عايزين نعرف الخناقه دي اللي هي بالعصيان دي بقى هيبقى نهايتها ايه. برضه كارت تالت كده، خناقة اللي بالعصيان دي هتحصل خناقة. هي مش خناقة، جابت واحدة، هي مش خناقة بقى. خلينا نقول ان الشخص ده كان نايم لك بمعنى ادق، او زي ما قلت لكم كان بياخد استراحة من البعد الفراق اللي حصل وتمام وانتصر عليك. هو اللي بعد، هو اللي مشي، وبصراحة انا اللي مشيت فعلا من برج الجوزاء بس هي مش طاقتي عموما يعني. وهو حاسس ان هو منتصر عليك وانتصر عليك طبعا في ان هو ماشي. هيجيلك تاني او انت بقى اللي هترجع تكلمه، ايهما بقى ايه تختار بقى اللي انت عايزه بقى. ممكن تكون انت اللي راح تكلمه تجر شكله، فهتتخانقوا مع بعض. زي ما قلت لك هتدافع عن نفسك وهو هيكلمك ويعرض بقى اللي حصل وانت عملته وانت عملته وبتاع تمام. اللي هيحصل ان بعد ما تتخانقوا هتعيدوا مع بعض اللي حصل في العلاقة ككل. يعني بعد ما يحصل الخناق ده كل واحد بقى تقول انا عملت و و و و وانتظرت منك و و و وفي الاخر ما خدتش حاجه واحده. كل واحد بقى يقول الحاجه اللي حصلت له بالظبط. انا عملت واحد واثنين وثلاثه واربعه وانت عملت واحد واثنين وثلاثه واربعه وانا في الاخر ما خدتش منك حاجه. تمام؟ يعني هيبقى في ما بينكم انتظار في الـ في الـ في, الـ في الـ يعني هتصبروا على بعض، هتتكلموا مع بعض بهدوء بعد الخناقه. طبعا هيحصل في خناقه الاول. وممكن مش خناقه، اللي هي الدخله الاولانيه دي اللي هو تعالى بقى انت اخيرا فكيت البلوك، طب تعالى لي بقى وندخل مع بعض كده. بعديها العلاقه دي هتعود تاني لو انت عايز يعني، وهيحصل فيها رخاء جامد قوي على فكره. اللي الشخص ده بيحبك على فكره، بس هو يعني مش هقول شخصيه وحشه، اعتقد ان هو بس عنده نوع من انواع الكبرياء شوية، بيحب ينتصر لذاته. وممكن يكون برضو انت اللي وصلته لكده، انت اللي وصلته ان هو يسيبك ويمشي يعني. ممكن اصل الكارت ده هو كارت شرير بصراحة، انا مش هكذب عليكم، وانا قلت قبل كده في فيديوهات ده كارت شرير، لكن مش في كل الاحيان. ممكن يكون شخص وصلني ان انا اعمل كده، ان انا اعمل لعبه على الطرف اللي قدامي عشان احسسه بالوجع اللي جواي، فهو حاسس انه انتصر عليك ماشي كده وسط الناس ويقول انا سبت برج الجوزاء ممكن تكون القراءه عكسيه، برج الجوزاء هو اللي عمل كده. فاللي هيحصل ان انتوا هتخشوا مع بعض داخله، هتنطحوا بعض الاول، بعديها هترجعوا تتكلموا عن الحاجات. انا عملت واحد وثلاثه، كل واحد بقى هيفتح مع بعض اللي حصل. انت عملت واحد وثلاثه وانا عملت واحد وثلاثه بس، وهيحصل فيه هدوء بقى، هدوء ما بعد العاصفه.
واحدة تانية هتعتذروا لبعض، هيحصل فيه اعتذار، وكمان ممكن كمان يحصل فيه زواج كمان، لان دي بداية جديدة. لو انت بنت فاستعدي بقى، عشان هو بعد ده كله ممكن لو انتم مكبتين يقولك طب بصي بقى من الاخر كده وعلى بلاطة بنت الحلال، يلا بقى نتجوزك بقى، يلا نخلص من الليلة الزرقة دي. لو انتم كنتوا بتتخانقوا في الاول على فكرة انك مش عايز تتجوزني مثلا، لا فهو شايفك على فكرة، هو عموما يعني شايفك برضو ان انت تنفعي زوجة حد جميل اهو، وبداية جديدة. وممكن تكون العلاقة القراءة دي متعلقة بالقراءة الأولانية، شخص اللي انتوا سايبتوا بعض برضو، اللي انت متخوف منه وبتدافع عن قلبك، واللي هو والعلاقة باظت هترجعوا، بس هيبقى في خناقة شوية هيبقى في خناقة معلش. خير وانت برج الجوزاء، بسم الله ما شاء الله على لسانك مبرد بس كويس برضو اهو، شفتوا الطاقة بيقول لكم العلاقة برج المفاجأة، في تغيير هيحصل، في عدالة هتحصل، في حاجة هتحصل ان شاء الله خير بإذن الله على برج الجوزاء. يا رب تكون القراءة عجبتك يا برج الجوزاء، وقابلكم ان شاء الله في قراءة تانية في شهر تاني، واستنوا اختار كارت بإذن الله، وان شاء الله بإذن الله يعني تكون القراءة تنال اعجابكم. واكتبوا لي برضو في الكومنتات اللي انطبق عليكم، نصها ربعها، ما انطبقش خالص مش مشكلة. ما تنسوش ان انت لو اول مرة تشوفني الاشتراك.